السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بخير. اليوم حبيت نقدم لكم حلوة ديال التمر، أي ديال المغرفة. عندي هنا نص كاس ديال الزيت صغير، بيضة كاس ونصف سكر، خمارة واحدة، ربعة ديال الزبدة، والدقيق حسب الخليط. المهم، أما بالنسبة للحشو عندنا هنا الجنجلان اي السمسم، عندي هنا القرفه والجوزه غادي نحقها، عندي التمر وماء الزهر. اول شيء غادي ندير الخليط العجين، اي العجين. عاد غندير التمر، نديرو بهاد الحلوة، غنديرها بهاد المول، هاد الشكيل. ناخد القصرية ندير فيها الزبدة بحرارة المطبخ، ندير السكر، غادي نحل الزبدة مع السكر، كتولي بحال البوماد. ندير نص كاس الزيت، انا كنعبر بالكاس ديال الشاي الصغير. بيضة خلطو مزيان، دائما خلطو بهذه الطريقة باش جميع المكونات تجانس. نسيت ما قلتلكمش الدقيق، غادي نعبروه بالكأس صغير، والكأس كياخد ليا 100 غرام.
دابا خصكم تدلكوها شويه، العجينه تدلك شويه صافي وتجمعوها. المهم انا نسيت الخماره كيف ديما. الله يثبتنا على الشهاده. انا عزيز عليا القصريه تبقى نقيه هكذا. الان غناخد التمر معجون، كتشروه هكذا اولا كتفوروه وطحنوه، القرفه معاه القرفه. غادي ناخد الجوزه وغنطحن نحكها مزيان، غير واحد شويه ما تحكوش بزاف. بركه. نزيد الجنجلان او السمسم واحد جوج معالق ونص كبار، ثم داكشي التمر على حسب اللي بغيتو الكميه اللي بغيتو. انا تقريبا درت هنا رابعه ديال التمر. غتعجنوه مزيان تخلطوه، وغتزيدوه ملعقه كبيره ديال ماء الزهر، الا ما كفاكمش غتزيدوا ماء الزهر. ما تديروش جاريه لا، ستكون قاسحه، غير ماء الزهر باش تساعد هذوك المكونات الاخرى تدخل مع. كتجي نسمه زوينه ديال ماء الزهر. المهم نضيف شويه، نزيد ملعقه كذلك اخرى فقط. والان لما نكمل غادي ندير كويرات صغيره، ها كيف كتشوفوا تكون كويرات صغيره قد الزيتونة. كده عندي هاد فاش غندير سميتو، غتاخدو فيلم اليمونتير وتحطوه فوق منه، فوق من هداك المول اللي غتديرو بيه هداك المرشم. كتاخذوا العجين وديروا وسط منه هذاك التمر وتسدوا عليه من جميع الجوانب وكتحطوه هكذا، لان الا درتوه منه المول خاصكم ديروا الدقيق على داك المرشم
باش ما يلصق لكمش، ولكن من الاحسن ديروا هاد الميكه هادي، هاد الفيلم اليمونتير هكذا، باش كتجبدوها ما كتلصق لكمش على المرشم. هانتوما كتجبد بسهوله، شفتوها هكذا طريقه زوينه هادي، بلا ما ديروا الدقيق وتلصق وديروها على المرشم وكتبداو تضربوا فوق المائده، من الاحسن هكذا. وهذوك الاشكال كيبانوا في العجين. هكذا هادي هي الحلوه، دابا الحلوه جات من الفران ما طيبتهاش انايا، غنديرها في السكر الثقيل هكذا وصوصها، ولكن السكر خص يكون ممتاز، ماشي داك السكر العادي، السكر الثقيل العادي، داك الممتاز كيجي مزيان. لان الا كان السكر غير ما مزيانش كتولي بحال ميها، فيها ميها، فيها بحال كتولي، راكم انا ما اظن فهمتوني اش بغيت نقول لكم. الصحة والراحة، هكذا كتجي، المذاق ديالها هائل، غزالة.